بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الأمل والخير والحب والسعادة والأمل كله إن شاء الله على أحلى مشاهدين في قناة الصحة والجمال. إن شاء الله النهاردة أول حلقاتي من برنامج بيت أميرة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. النهاردة حلقة باسم وبعنوان حبايب سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومعاكم إن شاء الله مقدمة البرنامج أميرة شعلان. في مقولة بتقول النجاح ليس إنجازا بقدر ما هو قدرة مستمرة على الإنجاز. والنهاردة معانا ضيوفنا اللي مشرفينا، اللي فعلا حققوا إنجاز عظيم خلال الفترة وجيزة جدا، ونماذج مشرفة تستاهل ان هي فعلا تطلع ونشاهدها على التلفزيون. بجد نورتونا. معانا المنشد الديني الأستاذ عمرو أحمد، ودكتورة التخاطب الدكتورة بسمة هلال. شرفتونا ونورتونا وأسعدتونا بوجودكم. الله نورك، ربنا يبارك لك. ان شاء الله بقى النهارده حلقتنا حلقه مش عاديه طبعا. اكيد ان شاء الله. عايزين نسمع حاجه من صوتك اول حاجه، وتمتعنا بحاجه من اناشيدك الجميله لحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نبدا بحاجه يكون برضه فيها اشاره. تمام ولا ماشي؟ يعني الدكتوره بقت بتميزها برضك في الاشاره. تمام تمام. جوه السماء. جوا السماء اسمك يا طه، غطى ضياها على أحلى نجوم. هعيد وأزيد في اسمك يا طه، وأسعد بذكرك طول اليوم. جوا السماء اسمك يا طه، غطى ضياها على أحلى نجوم. هعيد وأزيد في اسمك يا طه، وأسعد بذكرك طول اليوم. مدد إيديا ليك يا حبيبي، ناوي طريقك يبقى حبيبي، ناوي طريقك يبقى طريق. بك يا حبيبي أنا استهديت، ما أنت دوايا وطبيبي. واللي يزورك ما تزوره هموم، يسعد بذكرك طول اليوم. مش لاقيه كلام اقوله غير بسم الله ما شاء الله. بجد صوتك جميل جدا. تسلم يا رب. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا رب. ونبدا اول فقرتنا، اول فقره لينا ان شاء الله، بتقول تقول لمين. الفقره ديت بتتكلم ان هي كلمه بسيطه، تقولها لمين. اول حاجه تقولها لمين؟ نبدا بالدكتوره الاول. تقولي لمين شكرا؟ اولهم اهلي، ثانيا عمر طبعا. تمام. ودكاترتي اللي في الكليه، ممكن اذكر اسم دكتور اسامه قعود، ده عميد كليتنا السابق، ودكتور ايمان حشاد. هما يعني دايما. تمام خلاص ماشي. عايزين بقى تقول لي مين استاذ عمر؟ روح ما ترجعش تاني. يعني دايما اقول للفشل روح ما ترجعش تاني. ايوه جدع، جميله والله، جميله جدا فعلا. طب نقول للدكتوره اوعي تبعد عني، تقوليها لمين؟ ماشي. ايه مش لاقي حد ولا ايه يعني؟ حاول برضه نقول النجاح ويعمل عننا برضه باذن الله. تمام. تقول يعني نفسك في دوله معينه، تقول لها يعني نفسي اجيلك دوله معينه بعينك. اندونيسيا. اندونيسيا عشان اكتر ناس محبين للانشاد الديني فعلا. فعلا. تقولي لمين انت علامه مميزه؟ أنت علامة مميزة. دكتور أسامة قعود. تمام. تقولي مين يا عمر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بلاش. هو كل المهمتين في حياتي حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده بس؟ أنت بتحب كل كده؟ طبعا. تمام ماشي. نبدأ الفقرة التانية. وبجد قبل الفقرة التانية أقول لكم إن أنتوا نورتونا برضو تاني. ربنا يكرمك. ونبدأ بأول سؤال.
يا ترى مين اللي اقترح فكره تصوير اغنيه اللي هي بالاشاره او كده؟ ممكن اقول للدكتوره بسمه؟ عمر هو اللي اقترح ان احنا ان انا اعمل له مثلا اول اغنيه اللي هي بتاعت على بعدك قلبي طيبه. دي كانت اول حاجه ما بيننا ان احنا نعملها يعني. فعلا جميله وفعلا فكره جميله. ايوه تمام. نقول الاستاذ عمر يعني كان فيه صعوبه في ظهور الاستاذه بسمه على شاشات التواصل الاجتماعي بحيث ان هي برضو خطيبتك ولا كده؟ لا عادي تمام، ما كانش فيه صعوبه خالص ولا حاجه، بس اللي هو ايه اللي هو اتحايل شويه عشان نعمل. عادي تمام. يعني في سؤال برضك في ناس قايلين لي عليه، ازاي اعرف ان ابني محتاج تخاطب واي سن بالظبط؟ هو بيبدا من يعني هو مالوش سن معين تمام، بس بيظهر في اللقلقه والتهتهه بتاعت الكلام، ده لو تخاطب بيتأتأ بيلقلق مش بيعرف يتكلم بسرعه. وطبعا ده كله تحت انشاه الاسره. طب في اختبارات يعني قبل الحمل؟ أيوة ولا كده بيعرف ان الام ان فعلا الطفل ده هي يعني هيحتاج ان هو تخاطب او مثلا لا هو ما يبينش انه تخاطب، وممكن في اختبارات تبين ان هو هيبقى فيه طفل من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، يعني في فعلا اختبارات. تمام. طب سؤال بقى ليكي برضك شخصيا، ايه يا ترى الانشوده اللي ليها طابع خاص بقى عند عمر؟ يعني ايه؟ على بعدك قلبي يا طيبه. بجد؟ ايوه متاكده؟ طب ايه رايك؟ لازم تكون متاكده طبعا. يعني؟ طبعا. لا لان في هديه برضك يعني، ما هو انا هقول لك اميره برضك ما بخلاش من الهدايا والمفاجات يعني. هو لو هديه لواحده مش هقول لها، مش هقول السبب يعني. طب انت بقى تمسك الهديه وتديها لها مخصوص برضك كمان. دي من مصممة الأزياء، مصممة الإكسسوارات يا جماعة اللي هتكون معانا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله. تطلعيها برضك وتوريها للسادة المشاهدين. ومصممة الأزياء برضك، الأزياء مش عارفة جاية معايا الأزياء برضك يا زينب، زينب إبراهيم مصممة إكسسوارات. مصممة إكسسوارات، حاجات جميلة، جميلة منها جدا. جميل جدا. تسلم إيدك، الله يخليك. شكرا. شكرا جدا. ان شاء الله باذن الله من تقدم تقدم ان شاء الله باذن الله. اسئله بقى للاستاذ عمر، شايفين نجاحك بقى على التواصل والسوشيال ميديا مكسر الدنيا الحمد لله، واخر برضك من يومين وخدوني والله معكم ازور النبي ومكه بلدنا ومكه بلدنا جميله جدا. عايزه اسمع فقره حتى بسيطه كده. وخدوني والله معكم ازور النبي لانها حققت تقريبا مشاهدات عاليه جدا. تمام ماشي. وبرضك الاستاذه بسمه، بسمه تعمل اشاره معايا. تمام. وخدوني والله معكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. نفسي ومنايا والله ازور نبي الله، نفسي ومنايا والله ازور نبي الله. وصلي في المصلى ده منايا ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، ده انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. حقق يا رب مرادي ازور نبينا الهادي، حقق يا رب مرادي ازور نبينا الهادي. انا وبيتي وولادي في ده سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. طب يا ترى ممكن تنشد شيء انت مش حاسه، ولا عندك برضك اللي بتشوف الكلام واللحن اهم برضك من هو؟ لازم طبعا قبل ما اقول الكلام لازم أن يكون حاسه، واولا لازم أن يكون لايق على صوتي، لان الاصوات في حاجات بتليق على الصوت اكتر. يعني انت شايف نفسك في الغنوه او الانشوده كذا، وفي حاجات تانيه لا بحسها لا مش ده اللون اللي هيليق معايا، او مش ده اللون اللي الناس هتتقبلني فيه، لان انا عملت حاجات برضو الناس ما تقبلتنيش فيها.
منها ايه برضو، بس ما شاء الله شايفه حاجات كتير ما شاء الله جميله كلها. هو دايما الناس ما تشوفنيش يعني مثلا لو غنيت حتى اغنيه لام كلثوم حاجه قديمه، مش اقول اغنيه غنى غنى، فالناس تقول لي لا احنا معترضين احنا عايزين الدين. هو ده اللون اللي لايق عليك انت وعلى شكلك. مين بقى اللي دخلك سكه الانشاد الديني وحبيبك فيه وقدوتك فعلا انت شايفه انا نفسي اكون علامه مميزه زي ده؟ هو والله هو في ناس كتير علامات مميزه في مجال الانشاد الديني، منهم عندنا هنا في مصر ان كان مصطفى عاطف، ان كان محمود هلال، ان كان محمد طارق، في علامات كتير مميزه هنا في مصر. بس في كل واحد كده لازم الواحد ياخد منه نقطه معينه في نجاحه. وقفته على المسرح، حضوره، نجاحه في السوشيال ميديا، كل واحد له حاجه كده مميز بيها دايما. تمام. هنختم برضك بكاميرون لان برضك جميله وحباها برضك. عايزه اقول لك حاجه، يعني في ساعات الطفل بتاخر في الكلام ويقول لك عادي مش مشكله، جيراني مثلا يقولوا لا سيبيه عادي مش مشكله، هل في فعلا الكلام ده؟ ولا اول ما اعرف ان الطفل من سن قد ايه بالظبط اجري عليه واقول لا لازم انا اروح لدكتور؟ من بدايه كلامه تمام. المفروض ان احنا بنلاحظ على الطفل ان هو بيتكلم او لا. تمام. يعني هو في الاول بيبقى مثلا بيكون حروف بس، مش بيقول ماما، بيقول مام مثلا. فمع الوقت بقى بيبقى حرف، بيبقى كلمه. فاحنا كامهات مثلا او كاخصائيين لازم نلاحظ الحته دي، لما يكون الطفل يعني مشتت في حاجه معينه لازم نطلع بيه على اخصائي تخاطب. ده اكيد لازم. سواء في تشتت انتباه، في تعديل سلوك، في كلام، مش يعني اما نيجي فجاه نقول للطفل نكلمه او نلغيه مثلا وما يبصلناش او كده، ده برضك من ده تشتت انتباه. تمام. تمام. عايزه برضك ايه الفرق ما بين الانشاد الديني والغنى؟ هل في فرق فعلا؟ طبعا الغنى ده حاجات تانية خالص غير الانشاد الديني. الانشاد الديني ده بيبقى طابع خاص في الانشاد في الحاجات الدينيه بس. تمام. هو اطلق عليه الانشاد الديني، حتى سموا المدرسه اللي هي موجوده دلوقتي مدرسه الانشاد الديني او نقابه الانشاد الديني اللي اسسها الشيخ محمود التهامي. تقريبا مخرجه حتى الان اكتر من 500 منشد او اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. فلا في فرق، الغنى حتى واخد لون تاني. او بقى السؤال ممكن يبقى الفرق بين الانشاد والابتهال. تمام. الانشاد بيكون له رتم ثابت او بيبقى على ايقاع ثابت. الابتهال اللي هو الفرق بيه بيكون فيه حاجات ارتجاليه. الارتجال اللي هو انا بقول حر، ما فيش حاجة مثبتها أو في وزن ماشي عليه معين. ممكن ارتجل، هو ده الارتجال. الفرق بين الارتجال وإن أنا أمشي بريتم ثابت في الأنشودة أو الغنوة بتاعتي أو الغنوة. تمام. بالظبط كده. طب مين اللي دلوقتي قدوتك فعلا؟ هو أنا مش قادر أقول برضو شخص معين لأن أنا دايما بحب كده إيه عامل تاخد زي من كل واحد مقتبس كده من كل واحد حاجة. تمام. عايز أعرف منك تقولي إيه للأم اول ما تقول لابنها يعني تحس ان هي ابنها غريب، ابنها مشتت زي ما انت بتقولي، اول حاجه تعملها ايه؟ تروح لدكتور تخاطب ولا دكتور نفسي ولا انهي دكتور الاسوء ليها؟ لازم تروح لدكتور تخاطب الاول. تمام. بنعمل له اختبار ذكاء، وبناء على الاختبار ده احنا بنكتشف هو عنده ايه. طبعا في حاجات ظاهريه احنا بناخدها كتنبؤ، بس في الاخر الاختبار الذكاء هو اللي بيحدد المصير. تمام. وممكن يكون هو مثلا بيعمل كده بمزاجه، هو مش دايما بيبقى حقيقي، ممكن هو يكون مش بيرد بمزاجه او مش بيتكلم بمزاجه، فده يبقى نفسي. نفسي يعني حاجه نفسيا وهو صغير يعني؟ ايوه طبعا. بيأثر بقى في الحمل ذات نفسه ولا هو طبعا في بتبقى اعراض من الحمل. تمام. يعني الاشعه، لما الام تعمل اشعه كتير قوي وهي حامل ده بيأثر على فعلا الطفل. فعلا بيقولوا في اشعه رنين وحاجات من دي. ايوه اي اشعه عموما، بالذات اشعه اكس برضو إكس دي بتأثر، دي بتأثر جدا. ممكن ان فعلا بتطلعه مشوه ولا لازم يبقى فيه عيب؟ مش عيب، ذوي همم بقى، ذوي احتياجات خاصه، بيكون في حاجه معينه. تمام. نورتنا، ربنا يبارك لك يا رب. طب ما تسمعني حاجه بقى دلوقتي احسن، انا بجد والله من صوتك. ربنا يخليك. سمعنا كاميرون مثلا؟ ما عنديش مشكله. تمام. كاميرون بس هتبقى من غير اشاره بقى ولا ايه؟ عادي. معانا الدكتوره ما ينفعش. لا لا، عندنا الجديد بقى هي تعملها بالاشاره يعني. مش هتقول لا. تمام. ولا ظل الله بل كان نورا، الله الله، تنال الشمس.
ننسى منه والبدور. الله الله ولا ظل له بل كان نورا. الله الله تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولم يكن الورى لولا ظهورا. ولم يكن الورى لولا ظهورا. ولم يكن الورى لولا ظهورا. حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل عليه أفضل الصلاة والسلام وجميل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عايزة أقول سؤال ولو أن صوتك والله أبهرني جميل جدا ما شاء الله ومن غير موسيقى ومن غير أي حاجة والله يا جماعة ما شاء الله الصوت هنا حتى في الاستوديو ما شاء الله جميل. عايزة أقول لك نسيت بقى أقول لك بتحب مين في الله يعني تقول مين تقول لي مين بحبك في الله. لا هم ناس كثير جدا ممكن أقدر أقول لهم بحبهم في الله جدا وخصوصا من خلال بقى برنامج بيت أميرة يعني عايزين برضو نخش في شخصيتك شوية ونتعرف عليك أكتر. أنا اسمي عمر أحمد. تمام. بدرس شريعة وقانون. تمام. شغلي أو حياتي اللي بحبها في الشغل دايما في الـ HR وفي الميديا. يعني أنا بشتغل في الـ HR وبشتغل سوشيال ميديا. تمام. اللي هو بيماركت على الفيسبوك والحاجات دي كلها. تمام. ابتديت الإنشاء الديني من قريب جدا بس بداية انطلاقي تقريبا كانت بداية شهر 5 اللي فات اللي هو في عز ما الناس كانت بتقول سنة كئيبة وكورونا. أيوة لا أنا خدتها لحد مع نفسي قلت إنه الناس كلها تاخد 2020 إنها سنة كئيبة لازم تكون نقطة تحول ليا. فعلا كل الناس الفترة دي ريحت قلت لا لو كل هيريح اشتغلت فأنا بقى لازم انت اشتغلنا. على نفسك يعني وبرده كانت بداية انطلاقتي مع بسمة برده في شهر 5 برده يمكن هي دي وبدايتي أنا كمان كانت في شهر 5 يعني انت كان ليكي قبل كده فيديوهات زي ما انت قلتي لي. انا في الاشاره على السوشيال ميديا لسه بادئه في رمضان. تمام. في اول يوم رمضان بالظبط. تمام. لكن قبل كده صدفه برضك. الموضوع كان كويس جدا وخصوصا ان احنا عملنا على بعدك قلبي يا طيبه واللي نالت بتاع حوالي 5 مليون شخص في اول 3 ايام ما شاء الله. فكان عدد رهيب انه احنا نبقى دي انطلاقه فكانت دي البدايه اول حاجه على طول ما شاء الله الناس ادت اعجابها بيها جدا ما شاء الله. فالحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني صوتكم جميل نورتونا اسعدتونا ربنا يخليك. بس برضك ما قلتش لمين بحبك في الله يعني انت. لا انا قلت لو هقول للناس كده هنذكر مش هنخلص. اهل الاقصر ان كان احمد المغني اللي بيعمل لي الاغاني اللي بيوزع لي اللي بيسوق معايا مصطفى عصام اهلي. لا بجد انا شكرا جدا جدا لكل الناس اللي في حياتي وبتساعدني وبتدعمني. اللهم امين. وطبعا شكرا لبسمه لانها دايما معايا وبتدعمني في حاجه زي كده. طبعا اعدادتنا برضك معاده البرنامج بتاعك كمان يعني برضك وخطيبتك يعني بنوجه لها شكر برضك مننا احنا كمان. ربنا يبارك. برضك عايز اعرفك اكتر يا بسمه نخش في حياتك الشخصيه اكتر شخصيتك ايه وكلمينا اكتر بقى. انا بسمه هلال. تمام. طالبه في كليه تربيه طفوله جامعه السادات. وانا اصلا كنت حابه لغه الاشاره من وانا صغيره يعني انا مكتسباها من وانا صغيره بس ما بداتش يعني مش حبا فيها من على كبر ولا لا من صغري لان انا كان عندي صحابي سم بس ما كنتش بعرف اتعامل معاهم يعني. تمام. بس قررت ان انا اندمج فيها واتعلمها اكتر واشتغل على نفسي اكتر والحمد لله ان قدامك اهو بقى مجالها كلنا. نورتونا والله وشرفتونا انبسطت بكم جدا اسعدتونا بثقكم الجميل وموهبتك الجميله. واخر فقرتنا يا جماعه احنا بنعمل تهنئه على الهواء ان شاء الله كده باسم عمر وليد شعلان. كل سنه وانت طيب يا عمر عيد ميلاد سعيد يا رب عيد ميلاده السابع. اسره البرنامج وانا واسره البرنامج وبيهنوك وبابا وماما اكيد بيهنوك وان شاء الله 100 سنة ويا رب يخليك لبابا وماما دايما يا رب.
وبرضك تهنئه خاصه من بنك الزراعي المصري فرع صنباط. عملوا احتفاليه جامده جدا امبارح، بجد مبسوطه بيهم عشان العباقره، تكريم العباقره بجد مبسوطه. دايما يا رب يكون في شباب كده دايما زي الاستاذ عمر والاستاذه بسمه، يحببونا دايما لقدام. حاسه ان الدنيا لسه بخير فعلا. اكيد لسه والله. لسه بخير طبعا. تمام ان شاء الله باذن الله. نورتونا واسعدتونا وان شاء الله يكون لنا حلقات كتير باذن الله. طبعا ان شاء الله. هتستنونا بعد الفاصل ان شاء الله، هيكون معانا مصممه الاكسسوار زينب ابراهيم. استنونا فاصل ونواصل.